لاند روفر رينج روفر من أكثر الـSUV شهرة بالعالم، خاصة أنه قريباً رح يصير له موجود بالأسواق 50 سنة كاملة. وبالرغم من عدم تقديم أكثر من 4 أجيال من رينج روفر، تمكن هال4x4 الفخم والعملاني من فرض نفسه بقوة ضمن أهم الـSUVs بفئته بفضل تعديلات وتحسينات متواصلة كان يحصل عليها، مع التذكير أنه الجيل الرابع والأحدث منه كان تقدم بنهاية سنة 2012. ومن الضروري الإشارة كمان أنه رينج روفر بيتوفر بفئات وبطرازات منوعة، أبرزها فوغ وأوتوبيوغرافي وأسفي أوتوبيوغرافي ديناميك، رينج روفر سبورت وفيلار. ولسنة 2018 خضع لاند روفر رينج روفر لمجموعة من التعديلات والتحسينات للمحافظة على قدراته التنافسية ولزيادة جذبه للمستهلكين. تضمنت بشكل خاص تعزيز مستوى الراحة والفخامة وتطوير التجهيزات الإلكترونية والتكنولوجيا الموضوعة بخدمة السائق والركاب. وبالنسبة للتصميم الخارجي، الطابع العام بعده حاضر مثل ما كان من 5 سنين لليوم، باعتبار أنه تعليمات رئيس قسم التصميم بلاند روفر جيري ماكجوفر كانت واضحة بضرورة عدم تغيير تصميم رينج روفر، ولكن تطويره وتحسينه. من الجهة الأمامية، التغيير الأبرز طال شبكة التهوئة وغطى المحرك، وتم تعديل شكل الجزء السفلي من البامبر الأمامي بهدف تحسين عملية تبريد المكابح بالهواء، بالتزامن مع تعديل محيط الإطارات الجديد والمصنوعين من الألومنيوم للحفاظ على نظافتهم لفترة أطول خلال القيادة. ومن الجهة الخلفية، تم تعديل شكل مخارج الأكزوست واستخدام مصابيح إضاءة جديد بيعتمدوا تقنية LED للإنارة مثل المصابيح بالجهة الأمامية. بالانتقال لداخل رينج روفر 2018، تم تطوير شاشة العرض الأساسية يس 12 إنش، خاصة لجهة زيادة العملانية وتحسين نظام الترفيه يلي بيستخدم شاشتين يس 10 إنش مع زرار للتحكم بالمكيف ووضعية المقاعد وبرمجة مجموعة من مكونات هال4x4 والاختيار من بين وضعيات القيادة المختلفة يلي بيسمح فيها نظام التجاوب أو التأقلم مع المسار Terrain Response، والتحكم باللمس كتير فعال ودقيق مع الشاشة الحديثة، علماً أنه بعض التجهيزات ممكن تشغيلها بحركة الإيد كمان مثل فتحة السقف. بالنسبة للمقاعد يلي ممكن تعديل وضعيتها بتحكم كهربائي كامل، فهن صاروا بيوفروا مستويات راحة وطرف أفضل من السابق، وتم اعتماد بطانيات سميكة أكثر ومزودة بنظام تدليك للظهر بيتوفر بخمس برامج تشغيل مختلفة، علماً كمان أنه كل مساند الإيد مدفية. ومن بين التحسينات داخل الكابن، زيادة سماكة الزجاج بنسبة 20% لتحسين العزل الصوتي عن الضجيج الخارجي، وأجواء الطرف الداخلية تكتمل مع المكونات الفخمة مثل الجلد والخشب والكروم وغيرها، وكمان بفضل الإنارة الداخلية يلي بتتعدل حسب الرغبة. والمكيف صار أقوى من السابق مع تحسن سرعة التبريد، إضافة لإمكانية فصل درجات الحرارة ضمن 3 خيارات مستقلة بالوقت نفسه. ومن بين التجهيزات المترفة، براد صغير بيتميز بسرعة تبريد عالية وجهاز موسيقي من تطوير ميريديان مع 13 سبيكرز بيتمتعوا بنقاوة صوت عالية ونظام 4G LTE Wi-Fi للتواصل بشبكة الإنترنت لاسلكياً. التجهيزات بتختلف بحسب طراز رينج روفر وبحسب الأسواق وسياسة الوكلاء كمان، ولكن بكل الأحوال هالتجهيزات تعتبر فخمة بالفئة SE وبتصير مكتملة أكتر مع الفئة HSE. ميكانيكياً، الإضافة المهمة للمحركات مش متوقعة قبل سنة 2019 مع تقديم الفئة P400E Plug-in Hybrid، وبالتالي لسنة 2018 الخيار المتوفر بيتضمن V6 بسعة 3 لترات بيولد 340 أو 380 حصان حسب الفئة المرغوبة، علماً أنه وزن رينج روفر مرتفع وبيزيد عن 2250 كيلوغرام، وبيتطلب بالتالي قوة حصانية ما بتقل عن هالأرقام لتأمين أداء نشيط. ومن الممكن الاستفادة من محرك V8 بسعة 5 لترات أكثر قوة، بيتوفر بالفئتين Supercharged
وأوتوبايوغرافي، علماً أنه الفئة SV أوتوبايوغرافي تتوفر من جهتها بمحرك بيولد 565 حصان. وتعتبر ترانسميشن الأوتوماتيك والمكونة من 8 نسب أمامية من الجيل الحديث والذكي لجهة التأقلم بفعالية وبسرعة مع ظروف القيادة المختلفة. ونظام الدفع بيتم بالإطارات الأربعة مع تحكم إلكتروني كامل بتوزيع العزم حسب الحاجة. ومن ضمن أعمال التطوير يلي خضع لها رينج روفر لسنة 2018 تحسين علبة التحويل أو ترانسفير كيس المكونة من نسبتين، وكمان نظام الانطلاق خلال غياب التماسك الفعال، وهالشي بهدف تعزيز قدرات العبور على الطرقات الوعرة. وبالنسبة للتجهيزات يلي بتساعد على التحكم والسيطرة وبتسهل الحركة بشكل عام، كاميرا خلفية تنقل صورة كاملة لمحيط رينج روفر خلال الرجوع على الخلف. وعلى مستوى الأداء، من الممكن التسارع برينج روفر 2018 المزود بمحرك V6 بيولد 340 حصان من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 7.4 ثواني، علماً أنه السرعة القصوى بتبلغ 210 كيلومتر بالساعة. ومن الممكن وقف رينج روفر خلال القيادة بسرعة 100 كيلومتر بالساعة بمسافة بتبلغ حوالي 36 متر، وهالمسافة جيدة جداً. بالمقابل، من الضروري الانتباه لرينج روفر داخل المنعطفات القاسية لمنع التموجات الجانبية الخطرة. من جهة تانية، تعتبر قدرات الجر مهمة مع إمكان سحب مقطورة بيبلغ وزنها 750 كيلوغرام بدون مكابح و 3500 كيلوغرام في حال كانت مزودة بمكابح مستقلة. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة. وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو، اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.